إذن أتابع ذلك وأرحب بضيفي السيد طارق شرف، وهو الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أم القرى للتنمية والإعمار. أهلا وسهلا بك معنا، وبدءا حتى تضعنا في الصورة بشكل أكبر، ما هي آخر التطورات في مشروع وجهة مسار الأكبر في المملكة، وما هو حجم الإنجاز حتى الآن؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك وشاكر جدا على الاستضافة. الحمد لله، التطور في وجهة مسار هو شيء بنشهده إحنا يوم عن يوم. الحمد لله تجاوزنا حاجز 80% في البنية التحتية. اليوم إحنا بنتكلم عن 83% من إجمالي البنية التحتية تم الانتهاء منه. طبعاً إحنا نتكلم عن بنية تحتية معقدة جداً تتضمن محطتين للمترو، 14 كيلومتر من أنفاق الخدمات، خطين للمترو، ممر مشاع يبلغ طوله 3 كيلو 600 متر، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية اللي تطرقت في يعني تكلمت عنها في التقرير السابق. يمكن من أكثر المايلستونز اللي كانت مميزة في الفترة الأخيرة إنه إحنا استطعنا بحمد الله وتوفيقه خلال الشهر الماضي إعادة الحياة لشارع عبد الله عريف، وهو أحد الشرايين الرئيسية لمنطقة مكة لمدينة مكة المكرمة. الشارع هذا كان مغلق لعدد من السنوات، في الأسابيع الماضية الشارع رجع مكانه، أصبح يمر من تحت وجهة مسار. والأسبوع الماضي أعدنا افتتاح جزئي لشارع المنصور، وهو أيضا أحد الشرايين الرئيسية، وعاد الشارع إلى مكانه بفضل الله. جيد جيد. نود أن نتحدث، يعني دخلتم في العديد من الشراكات ووقعتم عليها، نود تفاصيل أكثر عن هذه الشراكات الموقعة من قبلكم والجهات الأخرى في هذا المشروع الضخم. طيب، زي ما برضو أنت تفضلتوا في تقريركم أنه إحنا بنقدم منصة استثمارية. احنا يعني اعتقدنا انه اول شيء عشان تكون المنصة هذه جاهزة لاستقبال المستثمرين، احنا انهينا جميع الاتفاقيات اللازمة مع مقدمي الخدمات مثل شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة أنظمة الاتصالات الإلكترونية، لتقديم جميع الخدمات الأساسية في المشروع. كما حضرتك تعرف برضو انه المشاهدين الكرام انه شركة أم القرى تقوم بتطوير 7 أبراج فندقية مدارة من قبل شركات عالمية. إحنا مؤخراً عملنا شراكة مع علامة فندقية محلية هي فندق بونسيانا، هذا برضو لدعم القطاع الفندقي. توجهنا للقطاع السكني، كان عندنا اتفاقية مع شركة ديار العربية لتطوير 10 أبراج سكنية. بدأت الحملة الإعلامية أو الإعلانية عن هذه الأبراج في رمضان، وجدت صدى ممتاز جدا بحمد الله. فيما يتعلق بقطاع جودة الحياة، إحنا بدأناها في بداية العام بإعلاننا عن مسار مول، ثم واجهة مسار بالتعاون مع كادن، وبالأمس وقعنا مع مجموعة فقيه الطبية لإنشاء مستشفى الدكتور سليمان فقيه مسار، اللي إن شاء الله حيكون إضافة تخدم جودة الحياة في مكة المكرمة. نعم، نود من خلالك أيضا أن نقف على خططكم المستقبلية سيد طارق، ومستهدفاتكم في المرحلة المقبلة. إن شاء الله بحول الله زخم الشراكات سيستمر من هنا لنهاية العام. إحنا عندنا بحمد الله شراكات جاهزة سيعلن عنها تباعا، في القطاع الفندقي، في القطاع السكني، في قطاع جودة الحياة، وفي أحد القطاعات الجديدة اللي لأول مرة إن شاء الله حنعلن عنها في وجهة مسار. نتمنى من هنا الله يخليك. نعم. من هنا لنهاية السنة إن شاء الله عندنا عدد من الإعلانات مع شركات تطوير من كبار المطورين في المملكة العربية السعودية، وفي كمان يعني مع بعض الشركات المالية. نتمنى لكم التوفيق سيد طارق شرف، رئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أم القرى للتنمية والإعمار. شكرا جزيلا لك.